السلام عليكم ورحمة الله. كنا جماعة معزومين في افتتاح مول شاهين، فالمول دوت فتح قصاد بيتنا كده على طول. هعمل لكم جولة ان شاء الله في المول، تابعوني، واللي ما عملليش لايك يعمل لي، واللي ما عملليش اشتراك لحد دلوقتي ينزل في القناة ويعمل لنا اشتراك. ده الدور الاول اهو في المول، وهعمل لكم جولة جامدة في المول. انا يوميها ما عرفتش اصور لان كان في زحمة، فان شاء الله هنزل اعمل لكم جولة فيه بالتفصيل يعني. واللي عايز يشتري حاجات من المول، في كل حاجات للجهاز العرايس والبيت وكده. توتة هي منورة يا توتة، وكمان كان معايا جنة. وبشكر كل الفانز اللي متابعنا، وفي ناس كتير كانوا موجودين في المول فيتعرفوا علينا وقالولنا احنا متابعينكم. ده الدور الاول زي ما انتوا شايفين كده. وكمان لقينا مفاجأة حلوة قوي، ان لقينا قناة البي ان سي بتصور وشفنا ممثلين. بس انا بصراحة عايز اسألكوا بقى على اسم الممثلين دول، انا مش عارفاهم بصراحة. اللي عارف اساميهم يكتب لي في الكومنت، انا والله مش عارفه اساميهم، بس انا بشوفهم في التلفزيون. دي قناه البي ان سي، كانت بتصور مع صاحب المول الاستاذ خالد، واهو بس انا مش عارفه اسم المذيع ده برضو، وهو من قناه البي ان سي. وفي ممثلين زي ما انا قلت لكم لا يا عمالتي تبقى ايه، هي دي اكبر علاية. يعني مول الشاهين لو انت عايز القلاية هتلاقيها قدام عينيك. بص عاملة ازاي، دي اكبر قلاية. انت هتنصب عليهم، دي اكبر قلاية مول الشاهين، واللي لبسك فيه تلاقيه. مول الشاهين، مول الشاهين، مول الشاهين. هلا فيديو ولا صور؟ انزل على القناه بتاعتنا وتابعونا بقى. انا متابعك فيديو بفيديو. اه هنا ولا انت متابعك؟ لسه كده صور. والله حسن فين؟ ايوه يا عفريت يا حاج، تعالى تعالى.
دي ما نخلصش. تعالى بص اوكي. تعالى ايه اللي بيحصل؟ مش عارف يا عم، مش عارف اللي عامله فيها دي. انت تاني، انت تاني، انت تاني. وانتظرونا في رمضان الهلال وعلوش اخراج اكرم. اكرم ايه؟ اكرم الدرع. اكرم ايه؟ اكرم ايه؟ الدرع. لا خلاص بقينا نمشي.